لكم التحيه للناس الصحافه، وش نقول لك؟ هذا المشكل هذا مكتب من عند الله. حنا جالسين في الديور ديالنا حتى شنا العافيه شعلت، السبب ديالها ما نعرف، ولكن كنطلبوا من المسؤولين عندنا هنايا في مدينه قديمه شدوا لنا الطرقان، واخا كتجي الاسعاف واخا كتجي كذا ما عندها ميس تدخل. دابا الله يرحم الوالدين كنطلبوا من الناس تكون شي حاجه بحال هيدا، ما اي واحد كيوقع له هذا الشيء هذا. حتى عرفت بان العافيه شعلت؟ حنا اي واحد جالس في الدار ديالو تسمعنا العافيه شعلت خرجنا، حنا الحومه احياء مدينه قديمه، شي حاجه اي حاجه كتوقع كنتعاونوا مع بعضيتنا. الحمد لله طفات على خير وبخير، الله يجعل بركه في سي الباشا وقاية مدنية والدراري الصحفيين، والحمد لله دازت به سالم. خرجتوهم ياك؟ خرجناهم الحمد لله، انا اللي خرجت ديك بوط، خرجت بوطه وحده واخرين ما كانوش تما، المهم الحمد لله دازت به سالم. انا هو الجار ديالو اللي قرب انفصلي له. الحمد لله. والله الله يبعد بلا على اي واحد ان شاء الله يا ربي. والله يحفظكم تاتوما، تحياتي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.